اللي تفاجأت فيه انه انت حتى ما بيشربش قهوه، ما بيشربش حاجه سخنه ابدا، شاي ما بتشربيش ولا شاي ولا قهوه ولا نسكافيه ولا شاي بلبن ولا حاجه ولا حاجه. تصحي ازاي؟ بصحى بفطر. انا بحب الاكل جدا. تحبي فين للاكل؟ والله بحب الاكل جدا ويعني بمزاجي، يعني بحب لان انا مامتي وبابايا بيطبخوا حلو. فلا عندي حاجات، يعني اصحى الصبح ممكن اشرب مثلا جو، عصير عصير اي عصير وافطر بس كده. انت بتطبخي حلو مازال؟ لا انت بس بتدور، انت بتاكل. انا باكل حضر. اكشلي ما جربتش غير زمان في لندن لاني قعدت هناك شويه، فكنت بطبخ، بس الطبيخ هناك ما يعتبرش طبيخ لانه سهل. يعني بتجيبي الحاجات تعمليها وما تكون جاهزه، بس بتحطيها مايكروويف او بالفرن. طبخت. اسمعوا يا جماعه، دينا طبخت بقى، جابتها وحطتها بقى بالمايكروويف. فما جربتش، يعني احتمال اطلع بعرف اطبخ بس عمري ما جربت.